زي ما عودناكم الأخبار لحظة بلحظة، ده لسه حالا الجدول الرسمي لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط الترم الثاني 2021، لسه نازل من لحظات قليلة جدا. هنشوف الجدول وهقول لكم المواعيد. طبعا الجدول فيه مواعيد كلها صباح، هيبقى يوم الثلاث إن شاء الله عندنا لغة عربية، هيبقى يوم الأربع هيبقى عندنا هندسة، ويوم الخميس هتبقى دراسات اجتماعية، ويوم السبت هيبقى جبر وإحصاء، ويوم الحد 6/6 هتبقى لغة إنجليزية، ويوم الاثنين هيبقى 7/6 علوم. طبعا ده الجدول، يا رب كده دايما موفقين وناجحين ومتميزين في حياتكم إن شاء الله.